رجعنا مع حضراتكم كابتن عادل طعيمه وكابتن ماهر منورنا في البيت الكبير ومستمتعين بالحوار، وعايزين نتكلم كابتن عادل على جزئيه فنيه شويه اتكلمنا فيها اثناء الهوا واحنا بنتكلم كده. ايه افضل السيناريوهات او لو في حاجه تتمناها تحصل في المباراه على الجزء الفني تكون ايه؟ اللي انا متوقعه وان شاء الله وبتمناه واللي ان شاء الله هنشوفه يوم الجمعه. موسيماني الاول ما جه لعب بشكل مختلف تماما عن الفتره اللي كانت فيها فايلر اللي فيها فايلر. انا في اعتقادي انه هيبدا مع الزمالك كده، يعني هو من يوم ما جه ثقه للاعيبه، بدايه هجمه من تحت، مفيش عشوائيات، في صبر، مفيش استعجال في انهاء الهجمه، في هجمات متنوعه من اليمين ومن الشمال، من العمق، من التسديد، بيستخدم كل ادوات الهجوميه الى جانب الجانب الدفاعي. احنا شفناه في ماتش انبي، واعتقد انا قلت الكلام ده قبل كده، ماتش انبي الشوط الاولاني فريق انبي ما عداش السنتر، يعني على طول عمل عمليه الضغط وبيعملها بشكل جماعي مش بشكل فردي. اللي انا ان شاء الله متوقعه، لان الراجل ده عنده من الثقه في لعيبته، ان هو قادر انه يوصل الثقه دي اللي هي جواه بيديها للعيب. ده على الجانب النفسي. على الجانب الفني قاري كويس قوي تيم الزمالك، واحنا شفناه لما كان قاري فريق الوداد، وقاري حتى الفرق اللي هو ما كانش شافها قبل كده، يعني المقاولين انبي كل الفرق دي اعتقد انه شافها من خلال شريط او حاجه مظبوط. لكن لما جه يلعب المقاولين وبعدين انبي وبعدين كل الماتشات اللي هو لعبها، كان مصمم ان الشناوي بيبدا ويلعب الكره من السكس يارده، يديها للمعلول، يديها لايمن اشرف، وبعدين ما هياش عشوائيه، الراجل بيستلم الكره، حد بيروح له، بيعمل مثلثات، الاستحواذ الايجابي، وانك بتطلع بالهجمه من تحت بيطلع من الهجمه من تحت، وبعدين بينهيها كويس قوي. بعد ما بينهيها ما بيديش فرصه للتيم المنافس انه يبدا هجمه، على طول بيروح بعد ما ينهي الهجمه بالشكل اللي هو عايزه، يبقى فيه خطوره على طول، بمجرد اللاعب ما الكره في العارضه، كره دخل بعيده، كورنر، اي كلام، على طول بيبقى عامل عمليه الضغط بحيث انه يبقى في حاله هجوم باستمرار. في نفس الوقت زي ما قال الكابتن ماهر، في فرق بين مدرب ومدرب. في مدرب يروح على طول بمجرد ما فقد الكره يروح مرجع فرقته في نص الملعب علشان يعني يبقى بيامن الجوانب الدفاعيه، ده طبعا اسلوب ما بيحصلش في العالم كله، انت عارف كده كويس. على طول الفريق بمجرد ما بيفقد الكره الواجب بتاعه من اول راس الحربه انه ازاي يامن الجانب الدفاعي بحيث ان الكره ما تروحش نص ملعبه بطريقه سلسه او طريقه سهله ويبقى فيه خطوره. وده اللي انا برضو متوقعه، لانه الراجل بيلعب بشقين، عارف انه بيدرب النادي الاهلي، وعارف قيمه النادي الاهلي، وعارف جماهير النادي الاهلي، وعارف امكانيات اللعيبه، وعارف امكانيات النادي كاداره. اعتقد انه الى جانب ان هو بيهاجم كويس قوي، ومجرد ما بيفقد الكره هيعمل عمليه الضغط، وطبعا هيسترجع كل ما هو اراه من نادي الزمالك. واعتقد الخمس ايام اللي فاتوا دول بيقعد مع لعيب بيديله الشرايط والراجل اللي انت هتلعب عليه، او اللي انت المفروض لو لعبت هتلعب عليه بالطريقه الفلانيه. الميزه برضو اللي عندنا زي ما حضرتك قلت وسهام قالت، انه الاهلي بمن حضر، يعني برضو اللي كان فايلر عمله في البدايه انه بيلعب بال20، الراجل ده بيعمل كده برضو، بيلعب بال20 برضو، صحيح لما يكون في اصابات ولا حاجه، يعني ما فيش حد بيبقى من اللعيبه بعيد عن فكر موسيماني لو نزل، فالمجموعه كلها عارفه بالظبط هو بيشتغل ازاي وعايز ايه من المباراه على الشكل التكتيكي.